المطبخ المكسيكي، ومعانا اليوم ضيف يعني تدخل صفحته في السوشيال ميديا تشتهي انك تاكل بطريقه ذواقته للاكل. بس معليش دقيقه، انا ما حسبت حساب انه حنصور في رمضان ولا يمدينا نذوق. انا اللي يجي يذوق عندي لازم اخر شيء يعطيه وطع الحركه هذه لازم. بس بنشهيهم بالاكل والطبخ. اليوم حتاكل بعيونك ان شاء الله باذن الله. معانا اليوم طبعا ابو عمر، نورتنا يا حبيبي. نور نورك. طبعا ادري انك ما شاء الله تحب المطبخ المكسيكي. من عشاق. ودنا نتكلم اكثر عن الاطباق او اشهر الاطباق المكسيكيه. انا بالنسبه لي اعز طبق مكسيكي لي بس انه يطول اللي هو البريا تاكوس. حلو. بس مشكلته اصلا صار له هبه قبل يعني في الفيديوهات والاشياء هذه كل احد طاح فيه، وصار له هبه برا وهنا، والحمد لله يعني بدا يجينا هنا وناكله وندوق. بس يعني مشكلته انه ياخذ وقت طويل. طيب غير البريا تاكو ايش في اطباق برضو ثانيه مشهوره؟ انا يعجبني في المكسيكي انه كذا مبهر وفي نفس الوقت فريش. فاللي عندك كذا فريش اللي هي البيكو دقاي والسلطه حقتهم اللي فيها عباره عن بصل طماطم وليمون وزي كذا، وفي عندك الجواكامولي طبعا مشهورين بالافوكادو حقهم. حلو. كحلف عندك التشوروس عجينه مقليه، يعني ما ادري ايش تطلب اكثر من كذا. فبحر. انت من سكان الرياض واتوقع، هل زرت المطعم قبل؟ مر علي المطعم. كيف وش رايك؟ استغربت انه ما نزل لك افضل طبق اللي هو البريه. البريه تاكو. بس في اشياء انا اول مره اشوفها عندهم يعني ما جربتها، اللي هي الطبق اللي في البدايه اللي فيه الشريمب وهذا اول مره اشوفه. مش راح يحمس برضو اني يجرب. هي على كلام برضو صاحبه المطعم انه هو يعني هذا يعتبر طبق تقليدي عندهم في المكسيك، وبرضو نزلوا لنا ثلاث انواع تاكو ما شاء الله. هم يسوون الخبز او اللي هو التورتيه التاكو هذه عندهم. احلى شيء لما يجيك شيء كذا باصله، فهذه حلاوه المطعم هذا. سواء الامبانادا التاكوز كل شيء يسووه بالاصل. انا يعجبني الاصل بس برضو احيانا يعجبني الفيوج. زي قصدك التكس مكس يعني إيه كذا يجيب حاجه مع حاجه ثانيه. نادر ما تلقى مطعم مكسيكي عاده يكون اللي يسمونها تكس مكس. طبعا تكس مكس اللي ما يعرف هذا اللي لمن يصير مكسيكي لكن امريكي. ايوه امريكي. فيستخدمون فيها اشياء ما هي عاده تستخدم في المطبخ المكسيكي. فايش خلينا نقول مثلا اكثر تاكو انت تسويه عندك؟ يعني لان ادري المكونات صعب تلقاها صح؟ بس اشوف الغالب. انا اصلا عندي المتابعين دائما يهلكوني انه ليش تجيب اشياء غريبه. بس اذا تبي شيء عندي وعندك خير. بس الشيء اذا تبي تسوي شيء باصله غالبا حتجيب من برا. صح. يعني المكسيكي بالذات اكثر شيء، يعني حتجيب الفلفل الجواهي وحتجيب الارض. وشفت جايب معك اشياء وزي كذا. حتى هنا جايب كيسي، جايب هنا الارض، جايب الجواهي، وجايب الاشياء هذه الغريبه. فاذا تبي تسوي شيء باصله غالبا حتجيب اشياء غريبه. صح صح. نفس الشيء انا اقول دائما اللي يبغى نكهات جديده يعني ما راح يستخدم نفس الاشياء اللي عنده، فلازم يجيب اشياء مستورده من برا حقت اهل المنطقه عشان يجربها على اصولها. صح. طيب انا شايف الاشياء اللي جبتها معك، الفلفل اللي قلت لنا عليه، الجواهي والاشياء الحلوه هذه، ودي نروح المطبخ نبدا نطبخ. ايش رايك؟ يلا.